النهاردة حصل إن الخبر بتاع الأرب نيوز اللي أنا بقولكم عليه اتاخد، واتاخد الديزاين بتاعه ونفس الفونت، بس اتغير الكلام، بدل من إن أول قبطانة مصرية بتحقق نجاح بقى أول قبطانة مصرية بتسبب كارثة، وبيحصل كارثة في ممر الملاحي بتاع قناة السويس، وإن أنا أكون كنت الكابتن بتاع المركب ده. ده لان دي حاجه تاذيني في مستقبلي وتاذيني جامد، لان احنا الكارير بتاعنا انا ممكن رخصه يعني لو سببت في حاجه زي كده ممكن اتاذي في مجالي جدا، فاتسرب ماي ريبيتيشن، فاكيد ما حبش انها تتضرب بالمنظر ده.